الاخبار ديال الفضاء الازرق، كل شيء كيعلم بان اول صراح ديال الصحابي كان صراح بانه ما كيضربش كره القسم الوطني الثاني، ربما الحاجه اللي جابته هو العلاقه اللي تربط مدينه القدره والحب ديال المدينه هذه، وجات مع الفريق جا قبل يدرب الفريق على اساس من اخر الموسم، وقال بانه عنده عروض في اخرى ما غاديش يستمر مع نادي القدره، وكتبوا من الامر هذا الى بدل الراي ديال الصحابي مرحب به والعرض يمكن يتناقش. ممكن ما نتكلمش معك بمواضيع تقنيه، لانه باش نقول لك في فريق نادي القدري كان بعض انضباط عدم انضباط بعض اللاعبين ما فهمهمش، وكان ربما هناك تغيير في يعني في اضافه يعني في سميتو في تدبير الفريق في داخل رقعه التدريب. اما دابا ربما هذا السؤال اللي تطرح للسي صحابي ولا مثلا الناس في سميتو في ستاف تكنيك للامانه، لانه في الاطر اللي داز النادي القدري المدرب اللي داز لا سي الحسين ولا سي صابر مع السي القادي كلهم عطاو اضافه وكلهم في واحد الوقت كنعطيو نتائج مزيانه، وبعد كانوا حتى عثوراتي كانوا سوء حظ عندهم كنشكرهم على واحد السهم من الجهه ديالو، وزاد السي صحابي عطى اضافه للنادي القدري كلهم تيقولوا يعني تيبقاو مشكورين. لا هي لو كانت ايجابيه، لان نقول لك هذا العام كان واحد عام سنه استثنائيه، للعلم كان 11 فريق تيلعب النزول واربع فرق تيلعبوا الصعود، ونكونوا واضحين حتى الدور 26 كانوا 11 فريق. ومن 27 كنت زعما في في النادي القدري، ومن 27 لان النادي القدري وسميتو وميسات مابقاوش، وبقاو سبع فرق كيلعبوا على النزول حتى حتى الدورة 28. هناك كان اضافه لان هناك كانت هناك يعني كيقوم بنا مع السي رشيد والسي صابر كانت نتائج طيبه، وواحد الوقت كان واحد كوفينمو بعد الحجر وفاش الفريق انطلق كانت الانطلاقه متعثره لظروف يعني كانت خارج الاراده ديالنا، كان هناك سميتو كوفيد وكانت هناك الحجر وكانت تدريب الدور ما سالتهمش المقابلات، وكنا بداو ناخذ واحد الاجراء اللي هو تم المدرب ربما يقدر اضافه للفريق، وهذه هنا كانت ايجابيه لانه واخا تبني النقاط في خمسه تقريبا في خمسه المقابلات 18 خمسه المقابلات كنظن في ست مقابلات تبقى ايجابيه، وتنقول كل اللي عنده وكل شيء كلهم كان عندهم واحد اضافه ايجابيه للفريق نادي القدري. لا هو اي واحد تيتمنى يكون في قسم الوطني الاول، ولكن القسم الوطني الاول عنده القوه ما تيقولوا عنده خص الامكانيات ديالو، حنا كنجتهدوا جاهدين على وجود الموارد الماليه للفريق باش نوفروها، كل ما وفرناها وفتوار ديالنا غيكون عندنا طموح يعني سهل الوصول اليه، ولكن اللي مؤكد هو عندنا هدف خصنا نخدموا عليه كما كانت الظروف، هو هيكل الفريق هو الاعتماد على التكوين هو تاثير مدرسه النادي القدري، يعني يوفر ظروف جيده اطر اللي غتكون ان شاء الله تشتغل بظروف احسن باش يكون المنتوج يعطي اكثر مردوديه. عندنا اللي اشاره حنا هذه السنه هذه تعاقدنا مع 10 لاعبين من فيتيان ومن الشبان وحتى من الامل، وهاد الشبان وفيتيان درنا باش ما نبقاش التهجير ديالهم. الامل ديالنا شنو هو الهدف ديالنا والامل ديالنا هو ان شاء الله في عامين خلال سنتين يكون الفريق الاول، اللاعبين يكون الفريق الاول. الهدف اللي عندنا ديال القطري حتى نقولوا لما نديروا الصعود خصنا نديروا الصعود ويمشي الصعود باش نديروا العام اللي مورا النزول خصنا نديروا فريق قوي اللي كيعتمد 60% من ابناء النادي القطري ابناء الفريق، وحتى نجبنا لاعبين يكونوا عندهم اضافه، مثلا غادي نجيب 16 لاعب او 14 لاعب فضل نجيب 7 او 6 او 8 اللي يكون عندهم اضافه للفريق. وللمعلومه وهذه المعترف عليها الفرق كامله في المغرب، خذ اي مدرسه ولا اي فريق وداد الرجاء الجيش عندهم مدارس عندهم امكانيات كبيره بالنسبه للقطري، ولكن اللاعبين المدرسه ديالهم الدراري القلال اللي كيعتمدوا عليهم، ولكن
حنا تنقولوا السياسه ديالنا علاش غنحطوها كهدف مسطر، لان ما عندناش امكانيات ماديه كبيره، وبوجود لاعبين كونتريين في الفريق كيعطيك يعني كتقدر تحكم في الميزانيه ديالك وكتعود عندك مصاريف اقل، وحتى يعني يعني التنافسيه ديال اللاعبين كتكون اقوى، اللاعبين تيكون ضد الفريق وكيتقاتل اكثر مع الفريق، تكون اكثر قتاليه عند ابناء الفريق اكثر من اللاعبين الاجانب. الفعل الإنجليزي ما خصش تكون غاضبة، ولكن غاضبة راه غير المحل ديالها وغير معقولة وغير مبررة، غير اللي حنا تنشوفو الناس اللي كانوا عقلاء، لأنه ممكن تزاد واحد الحارس، لأن هنا مشكل ديال الحارس، مشكل الحراس، زعما أن الحارس واحد اللي كان في الأول هو اللي كان توتولير، هو جديد وغادي يمشي بحالو، وكان عندنا ولد السيطاري يعني حاتم طاليل اللي كان غادي يكون تقريبا في تم الدورة الأخيرة عاد لعب وبين تبارك الله القدرات، وللعلم والإشارة راه انا اللي كنطلب الاب ديالو باش يدخل لفريق نادي الكويدري في الميركاتو، وكان طلب مني هو ما يمكنش ولا ودي ما يمكنش ندخل، قلت له لا انا كنقول لك انا غادي نقترح على سي حسين وما يقدرش يرفض لانه عنده امكانيات مستقبليه، وفعلا انا اللي طلبت ودخلنا في الميركاتو، مشى انا يمكن تسال هذا السؤال وكونفيرمي. حنا عندنا واحد الحارس كان عندنا اتصال به تقريبا تبعو شي 10 شهور هذه، وسولنا فيه ناس في الفلود الاخرى كيتعامل في الهوات، من احسن الحراس في الهوات، هذه بشهاده الجميع، وحنا خصنا هذا الحراس، ربما قيل في اخر لحظات هذا الحارس جبنا الحارس هذا، وعندنا الطالب اللي هو حاتم طالب اللي توا في المستوى، مازال خصنا حارس ثالث، حنا ما تنقولش الحارس لعبوه، اذا كان في المستوى غادي يلعب، كان حاتم طالب احسن منه غيلعب. كان حارس ثالث وربما ثالث، ربما غنشوف حنا عندنا شبان اللي عنده 19 عام 18 عام، كاين حارس في تيان واحد في الشبان، غندمجوهم في الفريق ان شاء الله في السنيور مع المدرب القادم ان شاء الله، ربما الا كان غنحتفظوا من غيرهم نخليو غيرهم بلا ما يجيبوا حارس واحد اخر باش يعطيو فرصه لابناء الفريق. اش نقول لك هنا احنا الفريق ديالنا فريق كبير كنقول ديما بتاريخه بجمهوره بجذب جمهوره، وعندنا ملعب كيتسنى نديرو ديفيزيت باش يبنيو فريق ديال المستقبل. واي تنقول واحد يعني عنده امكانيات ولا مكتب ولا ناس عندهم مشروع كبير احسن مشروع ديالنا حنايا ويشتغلوا، نجيو نتعاونوا معاهم ونجيو نعطيهم هما الرئيس، ما كاينش مشكل حنا نتعاونوا معاهم باش الفريق ديالنا. الهدف هو فريق النادي القطري، اللي كيجي مني الفريق هو حبي ليه، راه كنسمع خدمتي وليداتي وكل شيء لاجل الفريق، ولين بالاشاره حتى الناس يقولوا ربما السي حلوي كيمتلك باش هذا الكرسي ولا بغى يحتفظ بالكرسي ولا هو اختيار الحال ولا كلمات فريقه ما كنقبلوها شيء، تنقولوا حنا نهار جينا ما كان حتى شي واحد يتقدم، كل شيء كان ما قدرش يجي الفريق بعضه صعيبه، انا خديت مبادره ومجتهد كابت وكنت نعطيني داء ديالي تنقول الفريق راه في انعاش، اجي نساهم كل من الجانب ديالو لانجاح مسيره الفريق، حتى جينا نخدموا على عامين ثلاث سنين ونشوف فريق ديال المستقبل، ما جا حتى شي واحد وفتحنا خيارات مرتين ما جا حتى شي واحد، وفي الاخر وليت نتهموا بالفضل النبيه وواحد الناس لا سمحهم الله بكلمه ديال السرقه والشر. انا كنتحدى من هذا المنبر عندكم اذا كان شي واحد عنده الجرأه والشهامه والشجاعه يجي ويقول يجي وانت شفار ومشي لواد وكيل الملك ولا كنت شفار نتحاسب. انا من الناس المطالبين بربط المسؤوليه بالمحاسبه، باش ماشي اي واحد يطلع هو يدير شنو المسؤوليه، خصني يكون قاد عليها، انا تنقول المسؤوليه صعيبه وهي شنو هي اكثر من هذا الشريف، وتنقول لكم انا تيهمني الفريق نادي القطري، كيهمني شنو الكرسي انايا، انا كنجي كندير كلوسي وقتي من اجل الفريق ديالي، انا كنبغي الفريق ديالي بعقلي وبجيبي وبقلبي، اكيد تيبغيها بعقله، كل تيبغيها بقلبه، انا بثلاثه وتنتمنى اي واحد تكون عنده الغيره هذه وتكون عنده سير تنقول انا نقد، انا مع النقد البناء مش نقد هدام، النقد اللي هو سلبي اللي عطينا في الفريق، حنا محتاجين الله يخليكم لهذا الفريق، محتاجين كاملين، راه ممكن تشتغلوا في عامين ثلاث سنين ديال الفريق يكون في المراتب الاولى يكون تلعب الارقام سهله ماشي صعيبه، عندنا الماتيغ بومييغ، عندنا امكانيات كبيره حتى نمشي شوشو، ما كاينش يمكن تنجح وانت كتجيب مستثمر وكيعيدوا عليك تقول علاش بغيتي تجي عند الناس، علاش بغيتي تعاود الناس، حتى اللاعب حنا فاش قلنا اللاعب ديال غارديان دو بيوت اللي قلت لك هذا الحارس اللي باش عندنا عليه في الاول ما عندناش عليه، اللي خدنا يمشيو تيتصلوا به من المدينه تيتصلوا عليه تيتصلوا به عليه تقول ما تجيوش ما يخلصوكمش، وكاين حتى سمحهم الله راه الناس معروفين هما، الله يسامح ليهم، وحنا ما نبغيش نقول نديرو في اليد من بلو فريق، يمكن بلاش فريق سنه او سنتين، خصنا سنه او اربع سنوات،
نجتهدوا نطابروا اي واحد عنده فكره ايجابيه وعطي فرق مرحبا به، وحنا مستعدين من يد اللي هو عنده نوايا حسنه وعنده اهداف نبيله، حنا معاه.